مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم رفقة ومؤانسة جديدة عبر برنامج في الموعد. أهلا بكم مشاهدينا، وأهلا بواحدة من الحركات الشبابية التطوعية التنموية اللي هدفها هي دائما تنمي الشباب ثقافيا وبدنيا في مختلف المجالات، وهي بعيدا عن السياسة. الكشافة واحدة من المؤسسات أو المنظومات تساهم في دفعة المجتمع السوداني بصورة كبيرة جدا. هنتعرف على هذا العالم أكثر وأكثر عبر ضيفين المميزين بالتأكيد، السيد أحمد أمين نمر، مفوض تنمية المجتمع بجمعية الكشافة السودانية، وكمان هو رئيس الغرفة المركزية للطوارئ. أهلا ومرحبا بك والإنذار المبكر. أهلا وسهلا بك، وأهلا بضيوفك الكرام ومشاهدينا الكرام إن شاء الله، وإن شاء الله تكون يعني جلسة تعريفية ونكون في الموعد إن شاء الله دائما كما هو عهد الكشافة. التحية لك في الموعد. بالتأكيد هذه المؤسسة العريقة التي أسست في العام 1907، وطبعا أسس اللورد بادن باول يعني في زمن بعيد جدا، والهدف منها معروف. سعيدة برضو بأن تكون معنا في هذه المساحة القائدة هبة الصادق من خلال الكشافة الجوية ومن خلال محاور اليوم. مساء الخير. وعليكم السلام والرحمة. هبة الصادق، مجموعة الكشافة والمرشدات، مرشدات للسيدات الجوية. سعيدين في ضيافة قناة الشروق، القناة العريقة، وإن شاء الله تلقونا في الموعد كما هو شعار الكشافة، كن مستعدا للمرشدات إن شاء الله. يعني أنا أكثر حاجة عجباني في الإطلالة دي اليوم إنهم جايين بالزي الرسمي، يعني حقيقة الواحد بيحس بجو الكشافة، وفي كثير من الناس بيحبوا إنه يجوبوا في العالم ده ويطوفوا فيه من الطفولة ومن الصغر. وزي ما تحدثت قبل في البداية، تنمية الشباب ذهنيا ثقافيا بدنيا، وده مجال طوعي كبير جدا وبعيدا عن السياسة. أول سؤال أو أول محور حنتعرف على الكشافة أكثر وأقسام الكشافة برضو من خلالك. طيب، الكشافة هي في تعريف المتفق عليه حركة تطوعية تربوية غير سياسية، لا تميز بين الأفراد الموجودين فيها لا بالنوع أو باللون أو بالعرق أو بالدين، وهي حركة مفتوحة للجميع. أسلفت في الذكر أنه أسسها اللورد روبرت ستيفنسون سميث بادين باول 1907، دخلت السودان 1913 واستمرت في انتشارها في السودان إلى أن أكملت 100 عام في العام 2013. هي كيان يتبع محليا إلى وزارة الشباب والرياضة، وعنده في منظومته الهرمية تبعية للإقليم الكشف العربي، ومن الإقليم الكشف العربي يتبع للمكتب الكشف العالمي في جنيف وفي كوالالمبور، او مكتب الكشافة العالمية اللي بيحوي في يعني في طياته اكثر من 150 جمعية حول العالم. نعم، 150 دولة. جميل. يمكن ده جزء يعني مهم جدا احنا تطرقنا له من خلال الدخول الى هذا الباب. نعم. يعني باب التعرف على عالم الكشافة. قبل استاذة هبة تكلمت عن انه مجموعة الكشافة فيها مجموعة من الرائدات اللي يعني الممثلات لحواء في الكشافة، خلينا نتعرف اكثر على هذا القسم ودوره شنو في الكشافة البحرية. تمام. نحن بنتكلم عن الكشافة عموما السودانية والمرشدات السودانية. الكشافة والمرشدات السودانية هي وجهة زي ما بقولوا عملة لوجهة واحدة، اللي هي نفس النشاط نفس المبدأ نفس التعريف اللي عرفه القائد أحمد نمر، اللي هي نفس الحاجة دي بتضمن لنا السيدات اللي هو نحن بنقول عليهم المرشدات، داخلة في مجموعة من التخصصات بتكون بتحوي لنا الكشافة والمرشدات اللي هي الكشافة الأساس اللي هي البرية بنقول عليها. عندنا الكشافة الجوية تخصصية في المجال الجوي، وعندنا الكشافة البحرية اللي هي التخصص في مجال البحر. احنا بنقسم لثلاث مجموعات، هما الاثنين بنعمل في نفس النشاط في نفس المجال، بس المرشدات دخلت السودان متأخر شوية. احنا دخلنا سنة 1928 وبدت انتشارها، لكن كانت عندنا عراقيل بسيطة، ما كانت حاجة كبيرة لأنه هي دي طبعا حركة بتاعت نشاط بتاع سيدات مع المجتمع السوداني صعب كان إنه الناس تتقبله وتفهم إنه في رسالة، هي منظومة عالمية إنه في رسالة الناس بتقدم فيها. فلقتنا مشاكل كثيرة وتولت قائدات يعني كانوا سيدات نافذات في الدولة آنذاك وفي البلد، وكانوا
شغالين في المجال التوعي اللي هي منهم آسيا النمير والقائدة الذكية، مجموعة كبيرة. لكن نقول بدأ الانتشار الحقيقي في عهد القائدة أم سلمة سعيد، هي كانت سنة 76 نائب وزير الشباب والرياضة، فمن هنا بدأت الانطلاقة وأدت الباور للسيدات في المجال العمومي بتاع النشاط والعمل المجتمعي، وما شاء الله يعني أدت السودان حظ إنه يكون يستضيف المكتب العربي لدورتين، وهي كانت الرئيسة بتاعت الجمعية للإقليم العربي لدورتين متتاليتين في السودان، وده كان حظنا الأوفر، وهي كانت ثاني قائدة إنها تتولى هذا المنصب في الإقليم العربي. طيب ممتاز، يعني إحنا هنتعرف أكثر على الأقسام دي والأدوار اللي بتقوم بها وبتلعب بها، لكن أنا أول ما يعني دخلت كده قلت القائد أحمد والقائدة هبة، يعني إحساس جميل صح؟ بتين أنا أصل المرحلة دي وبتين أدخل الكشافة ذاته؟ تفضل. هو إحساس أكثر منه جميل، هو إحساس بالمسؤولية، إحساس صعب جدا. لأنه تبع للمراحل التدرج الكشفي، تبدأ من مرحلة الأشبال من 5 سنوات أو من 6 سنوات لحد عمر 12 سنة، بعدين مرحلة الفتيان من 12 سنة حتى 16 سنة، ثم الفتيان المتقدم، ثم الجوالة أو الجوالة والرائدات، ودي السن اللي بيكون فيها يعني من سن ال 18 سنه وحتى 25 سنه. بعد كده بتبدا مراحل التدرج القيادي، تبدا فيها من مساعد قائد الى قائد وحده صغيره الى مساعد قائد تدريب الى قائد تدريب. ومسمى القائد ده زي ما قلت لك بتندرج تحته مسؤوليات كثيره جدا، من حيث الانضباط، من حيث الالتزام بالوعد والشرف الكشفيين. فالكشاف في شرفه اعد بشرفه ان اقوم بواجبي نحو الله ثم الوطن ونساعد الناس، واطع قانون الكشافه. وقوانين قانون الكشافه في بنود العشره بتذكر كثير جدا من الالتزامات التي يجب ان يقوم بها الكشاف اخلاقيا واجتماعيا فيما يختص بذاته وبالاخرين وبالمجتمع الموجود فيه، وواجبه نحو الله سبحانه وتعالى. فكلمه قائد عندها التزامات كبيره جدا بتنص عليها وبتخليك انه انت لابد انك تكون بالكفاءه دي، وده بحقق اهداف ومبادئ الحركه الكشفيه. والهدف الاساسي للحركه الكشفيه هو خلق المواطن الصالح، خلق المواطن الصالح. ده الهدف الاساسي اللي قامت على اساسه الكشافه. تبع للحاجه دي ظهرت التدرجات، ظهرت المناديل، ظهرت كل انواع التشجيع اللي بيشجع. وخلق المواطن الصالح عن طريق الحركه الكشفيه فيه عدد من الجوانب، فبتجلي فيه حياه الخلاء، وكيف انه احنا نمكن ابنائنا وبناتنا والمرشدات والكشافين من مجابهة الظروف يعني. نعم. وده حنجليه بعد شويه في الموضوع بتاع السيول والفيضانات. وكيف هم يكونوا قادرين على الانضباط والاحترام والمتابعة والمواكبة. ممتاز. نعم. ممتاز. تحية لك يا قائد أحمد. نعم. القائد هبة، يعني برضو حأرجع للحتة بتاعت الفئة العمرية الوصول إلى هذه المكانة، يعني ربنا يوفقكم أكثر. بتين دخلت القائد هبة الكشافة، وهل هي فكرت في يوم من الأيام أنها حتصل مرحلتنا تكون قائد؟ يعني الحياة دي هل كانت في حسبانك، يعني كنت بتحلمي بيها؟ والله هي طبعا زي ما بقول ان احنا الكشافه جاء الموضوع صدفه، هو فاميلي اكثر، ان احنا اخواتي واخواني في البيت قبل يعني، لكن احنا دخلنا الكشافه دي زي ما بقولوا مرض يعني، هو باء يعني منتشر حميد بكثره. ايوه باء منتشر بكثره. انا دخلت زي ما بقولوا اشرب البيتزا يعني، بالبيتزا دي انا جاهزه فيها، كنت بالبزازه دخلت. لما دخلنا كنا في سن دون السن اللي بتلتحق فيها، بدري شوية حضانة بدري يعني. شوية أيوة. ولقينا إنه الموضوع جاذب وشيق والحاجات مختلفة. هي طبعا ظروف الحياة بتخليك تتقضعي فترات، بالذات للسيدات عموما يعني، دي المشكلة الأساسية ظروف الحياة صح. ولكن يعني زي ما قال القائد نمير، أنت لما تنقل المسؤولية بتاعت القيادة هي مسؤولية ما تشريف، هي مسؤولية على عاتقك، لأنه أنت بتعكسي الحاجة اللي قمتي عليها. أنا لما دخلت طفلة متسلسلة من مجموعة لمجموعة، من مرحلة لمرحلة، في كل مرحلة بلقى عندي التزام مختلف عن الثاني، بلقى عندي مسؤولية اتزرعت فيني من ما أنا طفلة، بلقى عندي مفروض إنه علي إنه أنا أنشر الوعي اللي أنا مشيت فيه، مفروض إنه أنا أواصل يعني أجذب عدد للمجموعة بتاعتي. ليشنو؟ لأنه البرنامج حقي أنا مختلف، البرنامج حقي أنا بيشتغل في صميم إصلاح الشخص في النفس حقك والسيرة، يعني احنا بتضبطنا لوائح وقوانين لا يعني لا عندها علاقة بالقانون والدستور، وهي قوانين قوانين كشافة قوانين كشافة هي اللي هي المرشدة صادقة
المرشدة أمينة. نحن يعني بنعتمد تماما على الثقة والقوة النفس وعلاقتك بربنا لأنه الفكرة من البداية تطوير تمام. تطوير الإنسان في حد ذاته. طيب أنا عشان أصل المرحلة تكون ذاته أنا يعني في صيغة ومرحلة إنه أنا الناس تعتمد علي في التطوير وفي التثقيف وفي البناء عموما، شروط الانضمام شنو؟ يعني أنا عايز أدخل الكشافة، هي يعني هي بقت هي دخلت من هي شايلة البزازة، الشروط شنو عشان أنا أنضم للكشافة؟ أول حاجة الاقتناع بالفكرة والرغبة في تطوير الذات. يعني إذا كانت الأسرة في إطار العام هي مقتنعة برغبتهم في تطوير أبنائهم أو برغبتهم بالمساهمة بأنه خلق أجيال يعني ذات أثر كبير. الشروط الباقية هي عبارة عن شروط يعني فقط إحنا بنسميها إطارية لتشكيل الشكل العام، إنه يكون الشخص يعني متزن ملتزم رعاية الأسرة، لو عنده الرغبة في الحركة الكشفية من داخله بيقوم ب يعني نسميه طاهر السيرة والسريرة. يعني الشخص جاي بخلفية وباك جراوند يعني مميزة. صحيح. بعد كده بيكون الدور بتاعنا احنا في الفرق والمجموعات الكشفية في انه نطور الشخص ده في حد ذاته حتى يكون هو شخص قادر انه يكون مميز عن اقرانه، مميز عن اقرانه من خلال المهارات اللي بيتملكها، من خلال المقدرات اللي بياخدها، من خلال التجارب اللي بيخوضها سواء كانت في مختلف المجموعات التخصصية. وانا ازيد على ما ذكرته من جوية وبحرية وبرية، الكشافة التقنية والكشافة البيئية. ممتاز. فحسب الاهتمام بتاع ال الزهرة أو الشبل بيتم توجيهه من خلال القادة. فعشان كده بقول لك القيادة هي عبارة عن مسؤولية. صحيح. هي ليست لفظ، لأنه أنت لابد أنك تحتوي نفسيا وفكريا الـ 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 الأشبال والزهرات دي عشان تدلهم على الطريق بصورة يعني تحدد أو تشكل مستقبلهم بملامح مضيئة يعني أفضل. نعم. إذا كانت الفتيات هي لديها نفس الشروط، يعني إذا اتفقنا أنه هي لديها نفس شروط الانضمام بالنسبة لي يعني حواء وآدم واحد، داير اعرف برضو الفكره بيكون شنو يعني في البدايه بالنسبه لحواء؟ يعني حيكون في مجامله لانها هي انثى يعني وعندها ظروف، ولا الفكره هي واحده؟ يعني اذا في تاخير في تاخير، يعني في عقاب في عقاب، في يعني في مثلا مكانه قياديه في مكانه قياديه، يعني كده تمام. لو جينا لو رجعنا شويه بس لتعريف الحركه الارشاديه والكشفيه، هي لعبه تمارس في الخلاء. الاساس حقها هي لعبه تمارس في الخلاء. انت لو ما مجهزه نفسيا وبدنيا بكل الحاجات انك تطلعي للخلا ده، فانت شو بيبقى انه الانضمام والتعامل في الحركه بتاعتنا صعب. نحن بنطلع بنعسكر في مخيمات خارجيه، بنشد خيام، بنهيئ البيئه اللي حنقعد فيها، بنعمل عندنا حاجات اسمها حراسه ليليه لتامين المعسكرات بتاعتنا والمسؤوليه بتاعتنا. فانت لازم تكوني ما عندنا نحن بتولد، لكن احنا في المرشدات عندنا برامج يعني مختلفه اللي هي البرامج النسويه الاسريه، بتكون بتختص اقرب للجنس يعني. اي يعني بنشتغل اعمال يدويه، الطبخ عندنا الاثنين لانه دي احنا من الحاجات الاساسيه اللي انت بتكون احتياجك في الخلع، لكن عندنا البرامج تحت الاعمال اليدويه والعمل النسوي خاصه للنساء يعني. بس فما في حاجه بتختلف تماما. طيب العقوبات شنو بتواجه النساء في العمل ده عموما؟ يعني هي والله بس زي ما نقول اول حاجه طبيعه المراه عموما، يعني كانت سودانيه او كانت اي في اي دوله ثانيه، عندك يعني مراحل البلوغ بيكون في مشاكل. صحيح. الاسريه بيتحفظوا، كل العالم يعني بيعاني من المراحل دي. عندك ثاني الطبيعه بتاعتها بتاعت انه بعد فتره معينه الزواج الالتزام بالاسره الامومه اي. فلكن احنا طبعا يعني زي ما قلت لك هي مرض النص ما بتنقطع، بتمشي وبترجعي. ايوه نقول على الادمان، ادمان شديد. فالناس بتلاقيها ما منقطعه مواصله لكن بفترات متقطعه بالذات للسيدات يعني. طيب لو سمحت لي اضيف لك في الحته دي حاجه طوالي. بسيطه هو الكونسبت او المبدا ان احنا بتاع الدايفرسيتي اند انكلوجن اللي هو الاشراك والادماج بصوره عامه. اجابه على السؤال بصوره مباشره، الكشافه ما فيها تمييز ما بين مرشده وكشاف، ما في تمييز. عدم التمييز ده بيجي ليه؟ بيجي من شكل البناء الاساسي. عشان كده احنا في التعريف قبل قلنا هي حركه تربويه لكن ما بتميز بين الجنسين او بين النوع، ما بتميز. نعم. هي بتتعامل مع الشخص في كيانه وكينونته، في فكره ومبدأه، في حركته وسكونه، فبتتعامل بعدك الظروف للظروف يعني. نعم. اذا كانت المراه عندها ظروف او الرجل عنده ظروف، لكن يعني كلامك ده انا بفتكر انه مهم. نعم. لو سمحت لي خليني طوالي اسوق المبادئ التربويه ممكن تكون موجوده في الكشافه تتكلمين عنها والاهداف منها شو.
هو ده ينصف في الشكل العام زي ما قلت لك قبل، ذكر الوعد والقانون والشرف، في انه دي هي المبادئ التربويه اللي بيقوم عليها. اعد بشرف انا اقوم بواجبي نحو الله. تجي تشوف الواجب نحو الله فيه شنو؟ الاركان الخمسه، المبادئ، الصلاه، الزكاه، الكشاف، بعد ذاك بتنطبق في قانون، وفي انه هو صادق ما بيكذب، بيهتم بالرفق بالحيوان، وده واجبه نحو الله اللي بيقوم به، واجبه نحو يعني عباداته. وده بسموه سبيرشوال وايز، الجانب الروحي عند الكشاف، هو المجال الروحي. وبتجي بعد كده في واجبه نحو ذاته، في واجبه نحو ذاته في انه هو لابد انه يعمل في تطوير نفسه عشان يكون مميز، مميز عشان نفسه، عشان شخصه، عشان مجتمعه واسرته. فعشان يكون هو واجبه نحو ذاته، انت معناته لازم تقرا كويس، لازم تذاكر كويس، لازم تهتم بتحصيلك الاكاديمي، لازم تهتم بمظهرك العام، بشكلك العام، لازم كل الاشياء اللي علاقه بالذات. وبتجي في واجبك نحو الاخرين، ده كمبدا اساسي جدا في انه مبدا العطاء، وانه الكشاف دائما يعني هو متطوع. شكيب تلقي كل القائدات والقاده والكشافين والجوالين هم متطوعين، لا ياخذون درهما ولا دينارا، ما عندهم اجر على العمل اللي بيقوموا به. ففي واجبك نحو الاخرين انت بتكون منقطع نحو تطوير المجتمع، نحو تنميه المجتمع، نحو يعني مساعده اقرانك في المدرسه، ولما تطلع او 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 خليلاتك في المدرسه، ولحد ما تطلع كذلك للمجتمع بصوره عامه، الاسره الصغيره والاسره الكبيره والاسره الممتده والجيران وناس الحله. فكل ده اللي احنا عندنا واجب اتجاههم، الواجب ده بيقوم به الكشاف تبعا لمرحلته السنيه. يعني انت في مرحله سنيه معينه بتقوم بواجب معين، انت كشبل واجبك في مدرستك بتقوم به، لكن لما توصل مرحله الجواله وتكون او الرائدات وتكون عندك دورك الاساسي خدمه وتنميه المجتمع، انت بتعمل بادوار. فبتلقي الكشافه موجودين في مختلف نطاق مناطق السودان، بيعملوا بيدهم وبيعملوا بجهدهم وبمالهم وبوقتهم، ممكن يصرفوا على المشروع يعني، وده اللي بيحصل عموما. طيب احنا اذا تكلمنا عن المبادئ واهداف المبادئ، ممكن تجمع كل الكشافين في مكان واحد لتنميه المجتمع، برضو من خلال تقديم السند لبناء الأوطان، سواء كان من خلال الرواد الرائدات طبعا، سواء كان من خلال الكشافين او القاده يعني. كيف يتم تطوير المجتمع عبر الكشافين؟ تمام، احنا لو جينا في المجال المجتمعي خصوصا التنميه، لانه احنا السودان ده محتاج لشغل كثير يعني، خصوصا ولايات السودان، خصوصا اماكن النزاعات والحروب يعني. لو جينا نحن طبعا برامجنا نحن برامجنا خدميه اكثر. نحن لو جينا لو مسكتي مثلا الكشافه والمرشدات، حتلاقينا نحن في كل مجال عضو اصيل، ابتداء من مجال الصحه. احنا عضو اصيل بنشتغل في مجالات البرن، في مجالات الايدز، بنشتغل في المجالات مختلفة، التوعية، بنشتغل توعية، بنشتغل جمع داتا مع منظمات مختلفة، لانه احنا عندنا بنية قاعدية كبيرة منتشرين في اكبر الولايات وفي اقل الولايات الابعد النائية، احنا منتشرين فيها بعدد كبير، كانت كشافة ومرشدات في علاقة بتاع التنسيق، بيستعينوا بين منظمات اخرى وتكفي جمع الداتا بتاعتهم في بعض الاحيان، لو في دي في مجال الصحه بتاعتنا بنعمل ورش، بنعمل ندوات، بنعمل عيادات صحيه متنقله. طبعا دي كلها بعون بكون ذاتي من المجموعه وتطوع من القاده الدكاتره او في المجال الصحي بتاعنا. لو جينا يعني انت لو مسكناها مجال يعني اي مجال حتلاقينا ان احنا موجودين فيه. مثلا أصل لو جينا في المجال تاع البيئه، طبعا حخلي القائد احمد يتكلم لانه هو رئيس الغرفه. فلنفرض ثاني في مجالات مجتمعيه، المجالات الدينيه الكثيره، يعني احنا بنشارك في المجالات الدينيه بتاعتنا اللي هو المولد، الاحتفالات بالمولد، بنأصل للاطفال طبعا انه هو حلال حرام، دي احنا في ما عندنا فيها ايوه، لكن احنا بنوعي الناس بانه في مولد، بعدين توجهك الديني ده جيل يعني جيل ده في يعني في جيل ما عارف انه في مولد للمصطفى، يلا توجه يعني ما زي الاجيال السابقه، يعني الاجيال السابقه عندها الفكره، وده ذاته كان باهتمام الاسر. تمام، فنحن ذات الكشافه بنضم اخواننا في المسيحيه، ونحن عندنا في المسلمين ما عندنا علاقه، عندنا مناهج للمسيحيه وعندنا مناهج للمسلمين، ما عندنا اي تميز بيناتهم. المجال الوطني احنا اعضاء اصليين في اي برامج، في كانت في عياده الاستقلال سابقا كنا بنكون في الطوابير بتاعت العرض، في تنظيم بتاعت البرامج الوطنيه، بيستدعونا ممكن يعني مثلا غير الطوابير بيكون في عروض مصاحبه للبرامج الوطنيه، هي كانت لو كانت عرض بحري بيتوجهوا طبعا للكشافه البحريه، ولو كان عرض جوي بيكون للكشافه الجويه. ف
فيعني فهمتي ان احنا عندنا شعارنا اصلا هو كن مستعدا، فكون مستعدا في الموعد وكون في الموعد، ذات معكم في الموعد صح؟ ان احنا كن مستعدا دي تلبى لاي نداء ايا كان، ايا كانت الاستغاثه كانت نوعها ان احنا ما بنقف، لكن هي طبعا حركه غير سياسيه، ولكن لو لقينا استغاثه في اي حته كانت الناس بتمشي، لكن عندنا نظم بتحكم الناس في الحركه دي. لو مشينا نخلي القائد احمد يخش علينا في المجال البيئه، المجال البيئه اكثر صح، احنا هنخلي يعني القائد احمد يدخل لنا في مجال البيئه وتنميه المجتمع، ونرجع ذاته للتطوير بيتم كيف يعني. اذا انا ما طورت الكشاف ده من مرحله عمريه صغيره جدا، لما نكبر ما حستفيد منه هو ذاته، يعني كيف ممكن يعني يحفز اغرانه في انه يدخل هذا العالم؟ العالم ممكن يكون كله تطوع وكله ابداع. انا بفتكر انه دائما الاعمال التطوعيه اللي فيها تنميه وما عندها هم في السياسه، انها هي دي الحقيقه اللي بتدفع البلد لقدام غير المشاريع الاخرى. حندخل معك في المحور ده لانه انا شايفه انه هو محور مهم ما ينفع انه نقطعه، لكن الاخوه في الكنترول بينبهوا لانه احنا حنطلع فاصل وحنتواصل من جديد عبر برنامج في الموعد وفي هذه المنظومه التطوعيه التربويه التنمويه جمعيه الكشافه الخيريه باقسام المختلفه البحريه والجويه والتقنيه والبيئيه. ما شاء الله تبارك الله، حنتواصل بعد الفاصل. مجددا لكل مشاهدي برنامج في الموعد على قناة الشروق الفضائية على الهواء، مباشرة متواصل معكم عبر هذه الحلقة المتفردة، وحقيقة سعيدة جدا بهذه الحلقة اللي فيها تنمية وتطوير وبناء للعقول الشابة لبناء الأوطان عبر الكشافات. سعيدة جدا من القائد أحمد أمين نمر مفوض تنمية المجتمع بالكشافة، وأيضا القائدة هبة الصادق في الكشافات عموما مجموعة الكشافات. سعيدة بكم جدا، وحنواصل محاورنا وحنرجع مرة ثانية لجاهزية يعني هذا العمل العظيم في بناء العقول والأوطان، البناء الثقافي، البناء الجسدي، عشان ما يحصل تنمية وتطوير المجتمع. طيب شكرا لك للمرة الثانية، وإحنا بنحاول نكون خفيفين يعني ما نكون ثقيلين بالمعلومات الكثيرة، لأنه إنك تدمج حركة عمرها 100 سنة بحياة اللي بتقوم بها في فترة قصيرة المجهود كبير بيكون مشكلة، وعشان ما يكون كمان فيه ضغط هاي. لكن أنا عجبتني نقطة مهمة جدا، إنه أنت ميزتي ما بين الخدمة وما بين التنمية، وتكلمتي عن مبدأ التنمية مع مبدأ الخدمة في حد ذاتها. إنما مبدأ التنمية عشان ضمان استمراريتها ونجاحها وتقدمها، هو ده مبدأ جميل جدا جدا. إيمان الحركة الكشفية بدور التنمية وبمبدأها إيمان قديم جدا وراسخ، فبتلقيها هي متوزعة. بتكلم عن الكشافين وليس يعني المرشدات، طبعا ده عالم كبير جدا جدا، لكن عن الكشافين بتتكلم عن عضوية كشافين في السودان تتجاوز 20,000 كشاف منتشرين في كافة بقاع السودان، في كافة الولايات بتنظيماتهم بهيكليتهم الواضحة بعطاءاتهم في الولايات اللي هم موجودين فيها. مبدأ التنمية ذكرت القائدة هبة عديد من المحاور اللي بيعملوا فيها، لكن المبدأ العام في مبدأ التنمية انه ايمان الكشافين انه هم سواعد للبناء وسواعد لتطوير الوطن. وحقيقة المحور بتاع الجانب الوطني يتم زرعه في الكشافين منذ يعني ما قبل نعومة الأظافر في البزازة زي ما قالت هبة. نعم، ففي المرحلة دي بيكون التشبع الكامل بالجانب الوطني، وبنبعد كافة الأشياء السياسية، لكن بيفضل الإيمان بالوطن مبدأ كبير. بنفتكر إنه إذا خش العالم السياسة بيفسد التنمية وبيفسد يعني حاجات كثيرة، لأنه حيكون في تعصب لأحزاب ما، لتيارات ما، حيكون في خلاف، ولما نحدث خلاف معناها حتكون في تنمية للبلاد. تلتزم الكشافة مبدأ يعني الحياد في كافة، وتنظر للمناظر للمبادئ بشكلها العام. طيب يعني نحن يعني الكشافين هم يعني أشخاص وهبوا نفسهم لمجتمعاتهم ولبناء أوطانهم يعني بصورة عامة، فبتلقي انه زي ما انت قلت كثير من الجوانب اللي ممكن تعطل العطاء ده، اذا كان التعصب الرياضي ولا الديني ولا التعصب
لنوع معين او التعصب لحزب معين، دي تعتبر من 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 الاشياء اللي بتفسد العطاء. فنحن ما حابين انه تطوعنا ده يفسد باي شيء من الاشياء دي، فبيكون البناء هو غرض اساسي لنا. كلام جميل جدا. نعم. كلام مهم جدا. يعني في كثير، يعني انا عندي علم انه كثير من المشروعات بتدخل فيها عالم الكشاف. نعم. يعني التنميه، التغيير وغيره. واحنا يمكن في يعني في الايام الفائته والاسابيع الفائته تعرضت ولايه السودان المختلفه يعني الى كوارث طبيعيه، فيها فيضانات وفيها سيول وفيها قتلى اكثر من 100 واكثر من مئات الالاف، البيوت هي انهارت واتمسحت تماما. انا دار اعرف ويعني اكثر تدخل الكشافين في هذه الكوارث وكيف يتم التغطيه، كيف يتم التعامل، خصوصا انت قلت لي قبل الجهود هي ذاتيه خصوصا يعني من خلال الدعومات الماديه وغيرها، والموضوع هو طبعا محتاج تحرك كبير. طيب نحن والله طبعا اسفين يعني هم مشحودين على حاجه، يعني ده سوداننا يعني. ونتمنى الرحمه للاق وحتفهم من السيول والفيضانات، وربنا يخلف على الموجودين ان شاء الله. طبعا هي كل مجتمعات المنظمات المجتمع المدني متضافره في الجهود دي مع الكشافه والمرشدات بس، ولكن زي ما بقولوا نحن عندنا باع طويل في المجال ده. لو رجعنا للبنيه التحتيه بتاعتنا من الكم بتاعنا بتاع الاشخاص المتوفرين الجاهزين مستعدين، نحن اللي عندنا السباحه دي ودي حاجه اساسيه، فعندنا عدد كبير جاهز ومتوزع ومنتشر في كل الولايات والمحليات. لو جينا برضو في التخصصيات، عندنا الموقع الاستراتيجي بتاعنا للكشاف والمرشدات في شارع النيل، اللي هي بتكون زي مراكز مع ناس الدفاع المدني مرات، اللي هو بكون غرفه بتاع الطوارئ شغاله، هي طبعا ما الغرفه الرئيسيه والاساسيه ولكن بالموقع الاستراتيجي بتاعها. نحن زي ما بقولوا بنشتغل بكل الاتجاهات، كشافه كانوا او مرشدات، لتغطيه لاي نداء يجي في اي مكان. عندنا غرفه مركزيه بديكم القائد احمد نمر تفاصيل عنها اكثر، لكن احنا بنمشي بالحاجه الاساسيه حقتنا اللي هي الاجلاء. الهم الاساسي بتاعنا الاجلاء، وانه نظل يكونوا في حته امنه، المحافظه على الارواح، بعد ذاك الايواء يعني دي المرحله الاولى اللي هي نحن بنتدخل فيها تدخل سريع وتدخل ما فيه تشاور. نحن القائد عنده في اللحظه بدي القرار. التدخل بتاعنا الاساسي اللي هو الاجلاء، وعندنا مشكله نحن السودانيه بطبيعه بتاعتنا، طبيعه السودانيه انتمائهم للمكان وبيعتبروا لك انه يمكن البيت يكون فيه أيوة مشكله وزول قاعد حارسه يعني. فدي يلا واحده من الميزه بتاعت القائد الكشفي بتاعنا، انه فز ولبق وبيقدر انه يقنع يا امي يا خالتي يا ابوي يا جدي، يعني ما اطلعوا سريع يعني عندنا زي ما بيقولوا حنكه بنقدر عشان نمشي بيها لقدام. فنحن الغرفه عندها ضوابط كثيره وعندها مراكز كثيره شغاله فيها، وعندنا شراكات مع منظمات كثيره كانت في الفتره اللي فاتت اشتغلنا فيها، فنخلي القائد احمد يدينا اضاءه اكثر. طيب. ونضيف لكم جزء. طيب. من وزي المره فاتت حقول للقائد احمد خلينا نطلع فاصل ونشوف الفيديو ونرجع نكمل يعني دور الكشافه في جراء السيول والفيضانات وكيف قدروا يتضامنوا مع منظمات المجتمع المدني في هذا الموضوع. تحية مجددا لكل متابعينا. غرفة الطوارئ والإنذار المبكر لجمعية الكشافة السودانية، برحب بكم مرة ثانية، برحب بالقائد أحمد نمر
وخلينا نتكلم عن برضو جوانب مهمة نضيف لهبة في الحديث عن الإنذار المبكر والوقوف مع الكوارث اللي ممكن تحدث في البلاد عموما، خصوصا في هذه الأيام السيول والفيضانات، المشاكل الكثيرة اللي تعرض لها المواطن السوداني في الفترة السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أكرر يعني ترحمي على الذين تقول رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وندعو بالشفاء لكل المصابين اللي أصيبوا تبع الأوجاع الرالية هذه الكارثة. كذلك نرجو الله سبحانه وتعالى ومن أهل الخير يعينوا في تعويض من تضرروا يعني بسبب الحادثة دي. الحقيقة دور كشاف الحرائق في الكوارث دائما عنده مراحل مختلفة، وأنا أتوجه مباشرة لكارثة السيول والفيضانات. خبرة الكشافة منذ العام 1993 كانت لهم دور كبير قاموا به في مسألة السيول والفيضانات، ثم تطورت إلى أن وصلنا في العام 2013 منطقة الكرياب وشرق النيل، وكان للكشافة ممارسة حقيقية في الوقت ذاك لكثير جدا من المشاكل اللي بتظهر مع السيول والفيضانات. وده مكننا انه احنا نبدا نطور دورات وكورسات وبرامج اعداديه للكشافين والقاده، وما لهم كلهم طبعا لكن للمستطيع والقادر فيهم جسديا ونفسيا يتعامل مع الكارثه في حد ذاتها، عشان يكونوا ستاند باي، يكونوا مستعدين لمثل الاحداث دي. تبعا للاعداد اللي تم بالصوره دي بيكون دخول الكشافه على مراحل مختلفه. المرحله الاولى بتكون التوعيه ما قبل حدوث الكارثه، التوعيه ما قبل حدوث الكارثه في انه انذار المناطق المحتمل انه يحصل فيها كسر للبحر، انذار المناطق الممكن يعني تحدث الاهالي بالاجراءات الافضل انه يكون بها الاستعداد يكون كيف. والمرحله اللي بعدها طوالي هي عمليه الاجلاء اللي بتتم، ودي تمرس الكشافه البحريه وكذلك الكشافه الجويه وكذلك بعض القاده المتطوعين. وخلينا نقول انه لا ينسب الفضل الى الكشافه واحده، انما هي كانت جهه مساعده منسقه. نعم صحيح، لكثير جدا من الاهالي ولجان الخدمات والتغيير في الاحياء، وكثير منهم كانوا هم في الموعد دائما عشان يقوموا بعمليه الاجلاء. ودي بتتم بالمعدات البسيطه المتاحه لدى الكشافين من مراكب وكانويز، انها قادره انها تدخل في المناطق بتاعه الاحياء. والمرحله اللي بعدها طوالي هي مرحله اعاده التوطين والايواء، ودي مرحله حياه الخلاء مكنت الكشافين انه يكونوا قادرين فيها في نصب الخيام وكذا واعداد المكان بصوره كويسه. انا يعني حسألك سؤال مهم. نعم. يعني فعلا في السنين الفائته بتحصل سيول في اماكن محدده في شرق النيل، يعني اماكن ما كل يعني الولايات ولا كل السودان. نعم. انا افتكر انه التغطيه كانت صعبه في هذا العام. نعم. كيف كانت الافكار ممكن يعني هي سريعه في التنفيذ على غدر المصيبه الكبيره وعلى غير الاعوام السابقه؟ نعم. هل كان في استعداد وجاهزيه من الكشاف ومن الجهود اللي ممكن تقوم بها في الفتره دي؟ سؤال ممتاز جدا جدا، حقيقه سؤال صعب ويفصل لانه بيوضح حاجات كثيره. الجاهزيه نحن نؤمن بالقضاء والقدر ودي حياه من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن على المرء ان يسعى ويكون مستعد. عشان كده نحن قلنا والانذار المبكر، انه تسعى انك تكون عندك مقدره انك تعرف تتنبأ بالاحداث تبع لاشياء معينه. الاستعداد نعم كان حادث حاصل، وليس حادث، الاستعداد كان موجود من خلال بعض الدورات التدريبيه اللي قامت بها ولايات كثيره وهيئات كثيره جدا. الاستعداد كان موجود والاستجابه السريعه كانت موجوده بحكم الشراكات اللي نشات منذ فتره طويله. حقيقه احنا نعتبر شراكتنا مع منظمه زي نفير منذ العام 2011 2013 هي شراكه استراتيجيه، ودي خلتنا احنا نكون ستاند باي دائما حتى بكثير من المعدات اللي احنا كنا نفتقد اننا نكون موجودين. كذلك صدقات، كذلك بعض شركات القطاع الخاص مثل زين، مثل شركات كثيره جدا كانوا هم معاونين لنا لما كنا بنستعد للحادثه. الاستجابه ما قدرنا وعشان نكون حقيقه صادقين مع انفسنا، اولا نحن لم نتمكن من الاستجابه لكل النداءات الجاتنا لانه كانت الاحداث متسارعه بصوره كبيره جدا، لكن احنا بنعتبر انه ده درس يستفاد منه من خلال شبكه الشراكات الموجوده انه نطور نفسنا لانه نقدر نستجيب لعدد اكبر. لكن حقيقه برضه الدفاع المدني شراكتنا معه واستجابتنا لنداءات الدفاع المدني كانت معينه للمواطن من خلال انه العمل يكون فيه تشاركي ويكون فيه عمليه بتاعه التكافل ما بين كل الوحدات اللي بتعمل في المسألة دي. يعني هي غير الإيواء وغير الإجراء، يعني الإجلاء من أماكن الفيضانات والسيول، شنو تاني قدمتوا للمواطن في الأماكن المتضررة؟ يعني في ناس بيكونوا ما قادرين يمشي الشغل، في ناس فعليا ما قادرين يعني حتى فقدوا ملابسهم. نعم. وحركتهم شلت تماما يعني. نعم.
تمام. زي ما نقول نحن الكشافة والمرشدات هو وعاء جامع ووعاء مفتوح لكل المنظمات وكل الجهات، دي نقطة ذكرناها كذا مرة. وعندنا شراكات أصيلة مع مجموعة من المنظمات. نحن أمشي لك إلى جانب ثاني غير المنظمات اللي ذكر لك جزء منها. نحن الفترة الأخيرة نحن عندنا مواقع للكشافة والمرشدات، عندنا مراكز بكميات كبيرة، عندنا انتشار قاعدي كبير. بقينا بيتواصلوا معنا صفحات الفيسبوك اللي هي مجموعة من السيدات، مجموعة من الشباب لموا تبرعات، دارين يشتغلوا شغل بتاع كساء، دارين يشتغلوا. فبقينا نحن نوفر لهم المكان، الأدوية في ناس طبعا عيانة في ناس، بس يلا بنوفر لهم المكان، بنوفر لهم فينتي طريقة التوزيع. زي ما قال القائد نمرة، نحن جاهزين، نحن جاهزين لأنه يعني مثلا نحن جميع المنظمات وزعت والدفاع المدني وزعت كميات كبيره للخيام، ولكن طريقه نصب الخيام طريقه دايره يعني جزء من الاحترافيه، دايره مهندسين عديد يعني، يعني دايره زي ما قلت جزء من الاحترافيه لانه يعني انت عندك عوامل كثيره، يعني المجرب جاي وين، الفتره الجايه صحيح، يعني الدراسه يلا الدراسه المبدئيه والاوليه دي احنا شبابنا متمكنين فيها، طريقه الاعانه بتاعت نصب الخيام. يعني انا دايره اشيد بصفحه يعني كبيره السنه دي تعاملنا معاها بطريقه واسعه، كل سنه بنتعامل معاهم اللي هي اسمهم موفز، اسمه جروب موفز النسائي. السنه دي قدموا عن طريق شراكه مع الكشافه ولايه الخرطوم والكشافه الجويه تحديدا، قدموا اعانات بسخاء زي ما بيقولوا على قدر الحاجه اللي جاتهم، يعني كتر خيرهم جدا، قدموا خيام، قدموا مواد تموينيه، مواد صحيه، ماشيين في فكره بتاعت انه يعملوا ايواء للناس دايم، يعملوا معسكرات تتكفل بها 3 شهور 4 شهور لحين انه الانسان يقدر يمارس حياته بطريقه كويسه، وانه الدوله او منظمات المجتمع المدني والخيرين انه يقدروا يساعدوهم كيف، لانه في مناطق مسحت تماما. صحيح. اي فهم حاليا شغالين، احنا فاتحين ودي دعوه، احنا فاتحين دورنا كلها، مراكزنا كلها، غرف الطوارئ، غرفه الطوارئ عباره عن خيمه في مراكز مختلفة، لأي أن إحنا جاهزين، وأي يد بتاعت مساعدة جاية لأي مكان عايزين إنه نوصلها، إحنا شبابنا جاهزين ممكن يوصلوها. فبتمنى إنه الناس تتكافل أكثر، المصيبة كبيرة وحجمها أكبر السنة دي من كل سنين، إن شاء الله نتلافاها يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا يعني خليني أنتهز الفرصة دي وأحيي أي جروب نسائي عمل على الخير وعمل على مساعدة المتضررين السيول والامطار. جروب موبس ده يعني هو في زيه كثير طبعا، لكن صحيح. ما اعلنوا عن نفسهم ولا عن اسمهم، في ناس بتعمل على الخفاء لانه في كثير من الناس طبعا بيكون راحت عليهم انه هم يتواصلوا معهم، لكن هم دارين يقدموا فعل الخير. لكن احنا بنقول دائما الشراكات هي الانجح، لانه انا لما نعمل شراكه مع الكشافه او جمعيه الكشافه السودانيه او واحده من المنظومات المعروفه، اكيد المجهود حيكون اكبر وحيغطي اكبر مساحة. الجاية أحمد نمر يعني الجاية إذا حصلت أي حاجة لا قدر الله، حنقول لا قدر الله، لكن ممكن تحصل ثاني سيول وفيضانات، كيف الاستعداد؟ هو طبعا الجاية ده قبل السيول والفيضانات، إحنا ذاتنا في الجاية في الفترة دي يا دوب إحنا عملنا عملية الناس، يعني منسوبة المياه بدأت تقيل والأمطار بدأت تقيل، إحنا ما زلنا في الوجع لأنه ده وقت انتشار الوبائيات. فإحنا بشراكة مع WHO والWFP ودي منظمات من الأممية المعروفة، كذلك بعض المنظمات والمجموعات الوطنية، بدينا نشتغل الآن لأنه عندنا عملية رش عايزين نقوم بها، عندنا إعادة تأهيل للبيئة، عند بعض الأوبئة أو المشاكل المستوطنة بنبدأ نشتغل فيها، وكذلك بعدها طوالب نبدأ في عملية الاستعداد. احنا بنشوف معلش يعني حنقاطعك معين على الشاشة شوية، في صور ظاهرة ايوه على الشاشه، ايوه ده جزء من العمليات بتاعت الاخلاء كانوا بقوا مايك الشافين لبعض الاهالي، ده جزء من توزيع المؤن. لو انت سالتي احنا بنقوم بشنو ثاني، دي كذلك بعض التبرعات الكشافين والمؤن. الليله ده عمليات الاخلاء لبعض المناطق لانه الكشافين دورهم انه يساعدوا الاهالي يعني في انه عمليه الاخلاء عشان نقلل الضرر الواقع عليهم. ده تجهيز الترس، ملء الجوالات في الترس في 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 مدينه توتي، بعض الايام بتاعت الكشافه بتكون دائما ستاند باي قاعده حارسين الترس عشان يكونوا عارفين الحاصل شنو يعني. وفتوزيع المؤن وبعض المساعدات الطبيه في او العلاجيه على المدى المحدود،
مكافحة بعض المشاكل ممكن بتظهر زي العقارب والثعابين اللي بتظهر. طبعا دي مخلفات السيول دي يعني كل بالضبط كده حتى في أماكن ظهر فيها التمساح يعني. فدي يعني بنحاول نحن انه نقدر التمساح ما لاقانا حقيقة الحمد لله. ما لاقاكم؟ مش انه ما لاقانا الحمد لله، لكن يعني الحياة ممكن التعامل معاه ومدربين، لأنه لو لاحظت اختلاف المراحل العمرية، لكن المرحلة السنية شوية المتقدمة هم المسؤولين عن المسائل. ده فريق الإنقاذ بالكشافة البحرية. صورة للراحل مصعب محمد علي قائد كشفي ومتطوح كبير جدا، يعني ساهم وبدل العمل ده في وقت بدري. طيب انا يعني عشان نقدر ندخل الحياه كلها في حلقتنا اللي احنا في الخواتيم، لكن خلونا نتكلم عن الكادر الكشافي في الولايات الموجود في الولايات. طيب الكنترول بيقول لنا شاهد ماده، وحنقدر نتكلم عن الكادر الكشافي الموجود في الولايات، كيف بيتم التواصل، كيف بيتم الرؤى والاهداف وتحقيقها في الثلاث سنوات. السلام عليكم خالتو، زيك؟ ربنا يساعد ويصلح الحال ان شاء الله. نحن ناس الكشافة البحرية فرقة الإنقاذ. الوضع ده خطر شديد، ارتفاع المويه هسه عامل نص متر وماشي دايم، في تحذير مع الكهرباء هسه حنفصلها. انتوا هنا كتار؟ اسرة كم كده؟ جوا هنا قريب المويه. والله يا اخوانا الشغله دي ماشيه خطره والبحر ماشي زايد، فنحن عندي مراكبنا هنا برا، عندي بيجاي مع اللفه، هنجيب المراكب وحنجي نرفعكم والاسر تمام؟ هنطلعكم برا هسه حاليا هيجهزوا، الوضع خطر والله بصراحه، ونحن ارواحكم يعني ما هنهزر فيها. لا لا حنطلع الناس دي كلها وحنخش كده لحد جوا تمام؟ بس اجهزوا يا اخواني تمام؟ هنبدا بيكم انتوا اول بيتين، البيت ده والبيت ده تمام؟ ربنا يصلح الحال ان شاء الله. عندما شيء نجيب المراكب حننزلها وحنعمل احنا. يعني صعب جدا انه الواحد يخلي بيت يعني كان قاعد فيه وعايش فيه وعايش حياته الطبيعيه بكل امن واستقرار، لكن طبعا ده قضاء ربنا، يعني الواحد ما بيقول فيه حاجه. وشفنا النداءات كيف يعني بتتم عبر جمعيه الكشافه السودانيه لاجلاء المواطنين عشان الخوف عليهم وعلى ارواحهم من انه البيوت تقع فيهم. فبنلقى في كثير من الصور وكثير من المشاهد جزء من البيوت واقعه والناس ما قادره تفارق بيوتها، لكن في النهايه بنقول ده غدر، وان شاء الله ربنا حيعوض كل السودانيين بخير كثير اتي باذن الله. هارجع مره ثانيه لهبه وارحب بها وارحب بضيفي احمد، ونتكلم عن تدريب الكادر الكشافي الموجود في ولايات السودان المختلفه عشان يكون بنفس الكفاءه عشان يكون بنفس التواصل. تمام، سعيدين بكم، نحن كن مستعدا ونحن في الموعد، سعيدين بقناة الشروق. نحن كمنظمة هي منظمة مهيكلة بنتبع لمكاتب، لو جينا في السودان اللي هو المكتب الاتحادي بتاعنا، وبتقسم جوا في المكاتب بتاعت الولايات. نحن كل ولايات السودان منتشرين فيها بمكاتب محلية ولائية ومكاتب فرعية. بيتم تنسيق مع المكاتب الاتحادية في الخرطوم، كانت كشافة أو مرشدات. عندنا برامج بتجينا منزلة من المكتب العربي والإقليم العالمي اللي هي بتدي الجرعات التدريبية. لو جينا للسن بتاع القيادة عندنا جرعات تدريبية مختلفة تطبق على حسب الأعمار وعلى حسب
في تعديلات بسيطة بتكون طبعا عند المرشدات في التدريب عموما، لكن ما 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 تحيد او تطلع عن النظام الاطار الاساسي بتاعنا. يعني في حرية في التدريب في تطوير ذاته، لكن في النهايه زي ما تكون في قاعده او في اسس او في قوانين زي ما احنا عندنا عندنا منهج ما بينتمي بيمسك كل الجوانب بتاعتنا، بيغطي كل الجوانب. زي ما قال قبل القائد احمد، احنا الوعد نحو الله والوطن والقانون بتاعنا قانون الكشافه، فعندنا برامج يعني مصممه وحلقات وحقائب تدريبيه مصممه للبرامج بتاعتنا لتهيئة القائد انه يتلقى الجرعات التدريبية بالمراحل يعني بتاعته المختلفة والمجالات بتاعتنا التخصصية والاستعدادات المبكرة للبرامج. اي مجال ما فيه تدريب يفشل صراحة، يعني التدريب ده هو واحد من العناصر المهمة جدا لنجاح اي منظومة. بعد ذلك نشوف بتعمل شنو. انا يعني احنا بنختم كده، يعني في سؤال حاضر في يعني في اليونيفورم، يعني انت لونه هو لون، خلينا نخلي احمد نمر يتكلم لنا اول عن اللون بتاعه وفرقه شنو من لون هبة. أنا قبل ما أجاوب لك على السؤال ده، يعني أنت سألت سؤال لما إحنا طلعنا في الفاصل فالمشاهدين ما سمعوا لك، أنا حسيت إنه ده لازم إنه يتعكس. كنت حذر لك إنه سؤال تحت الهواء يا جماعة، لكن ما مشكلة حيجاوب عليه. إنه السؤال إنه هل في سن معين للانضمام للحركة الكشفية؟ لا، ما في سن معين. في نظام الراشدين، ترى نظام يعني طورته الكشافة إنه يستقبل الأشخاص ذوي الخبرة والتميز وهم متبرزين في مجال معين إنه يكونوا موجودين في الحركة الكشفية، وده انضم لنا تبع له عدد كبير جدا من القيادات وأسهموا إسهامات حقيقة في التطوير للحركة الكشفية. الحاجة الثانية، القاعدة دائما تقول كشاف يوما كشاف دوما، فانضمامك للحركة الكشفية في أي لحظة من اللحظات في أي وقت من الأوقات هو بيفضل التزام معك، بتلبي فيه النداء في اي وقت تم سؤالك. التمييز شكل اللبس وشكل الالوان واليونيفورم ده بيندرج تحت طائله، يعني انا سي لونك ده اللون الاساسي. ايوه ده لون الكشافه البريه، ويعتمد انه ده لون يعني اللوك العالمي بالضبط كده، انه في تمثيل الخارجي وتمثيل اعضاء مجلس الاداره لتوحيد الشكل العام. بعد كده في الالوان التخصصيات وشارات التخصصيات، ودي ده نظام كبير اتكلمنا عنه، نظام الشارات والزي والمنديل، فدي عندها دلالات معينه جدا وعندها استخدامات كثيره جدا، فزي الجو زي البحر زي البيئي زي البري، دي كلها ازياء عشان كل طبيعه عمل تمييز، نعم طبيعه العمل بتحتاج ذاته الزي ده في حد ذاته. صحيح. احنا يعني للاسف زمننا انتهى، والكلام عن جبيل قلنا الكشافه هي جمعيه الكشافه هي عالم كبير، لانها هي ذاتها جمعيه عالميه. نعم. تربويه تنمويه. نعم. تطويريه، خصوصا لبناء الشباب اللي من خلال حرم من الاوطان. انا شاكره لوجودكم معانا، ان شاء الله في مساحات ارحب يكون السودان في مقام اكبر متجاوز كل العقبات والصعوبات، وخصوصا السيول والفيضانات والاسر المتضرره، ونتكلم اكثر عن هذه المنظومه ان شاء الله. شكرا يا هبه. شكرا لكم، مستعدين للاستضافه من قناه الشروق وفي الموعد. وكلمه بس بسيطه، اتمنى من كل الخيرين يجيفوا مع الشريحه المتضرره، الضرر اكبر والنكبه صعبه شديد، وبالذات عند السيدات المصيبه اقوى واكبر، الرجال بيتحملوا شويه فالناس تجيف معهم. نعم. ان شاء الله. شكرا يا احمد. شكرا لك. لكن الشكر الكبير جدا للجنود المخفيين ان احنا جينا لنا نتكلم عنه وابناء الكشافه. تحيه لكل 490 متطوع منتشرين. صحيح. يقوموا بالعمل ده. الشكر لاولاد السودان ورجاله ونسوانه في القرى والفرقان وفي المدن وعلى ضفاف النيل، لانه حقيقه عجبوني الليله جوه لما قاموا ومثلوا التمثيل الممتاز جدا للدور اللي قاموا به، فاحنا بنشكرهم على الدور ده، وبنشكر مشاركه الدوله والخيرين، وان شاء الله احنا نتمنى انه يعني يكون ده ديدن السودانيين دائما، ويعني كان ما جيت من زي ديل يعني تبقى مشكله. شكرا. احنا يعني ده سوداننا ما. نعم. مشحون اليوم. نعم. احنا حنغير فيه حاجات كثيره، حنبنيه ومن خلال الفكر والوعي ومن خلال التدريب ومن خلال الاحساس بالاخر، خصوصا من المنظومات المختلفه، سواء كان في لجان مقاومه، سواء كان في منظمات مجتمع مدني وطوعي، حتى جمعية الكشافة السودانية وكل شركاء هذا الوطن الكبير. شكرا للتيم العامل عبر هذا المساء، شكرا لكل مشاهدي برنامج في الموعد، وفي أمان الله.